فطور الصباح رتب علي ادواته واستعد للذهاب الى المدرسه فسمع صوت امه تناديه علي اسرع ان الفطور جاهز علي لست جائعا يا امي الام عليك بتناول فطورك علمت ان فطور الصباح يمد جسمك بالطاقه وهو يساعدك على الجد والنشاط طول النهار دخل علي الى المطبخ فوجد فوق الطاوله الخبز والحليب والعصير والفاكهه تناول الفطور ثم حمد الله وقال انه لذيذ يا امي من اليوم فصاعدا لن ادع فطور الصباح